ديالنا. شو تسيخة بالمواطن فيك توصل؟ شو تسيخة بالمواطن فيك توصل؟ أين هي الثقة؟ أين هي الشفافية؟ أين هي العدالة؟ العدالة مجرد سياسة معدلة. العدالة بالسماء وزارة الرياضة. أني بحالها وربما تحسش الحزب الحاكم الأسود خير مات الحزب اللي احنا دابا صورناه. فين وخطة صاحب الجلالة ما كتشوفوش منه تربع؟ فين وخطة صاحب الجلالة؟ فين وما كتشوفوش منه كاين منه والو؟ ما كيوفوش العهد مع المواطن مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. فيما يخص السوق النموذجي والسوق المركزي، هاد الناس اتخذت شي قرارات فهي غير قانونية، ما كاينش التشارك في المجتمع المدني. السيد العنضر بصفته كيمثل الشعب دا الأغلبية حزب العدالة والتنمية اللي هو صوت عليه، خاصة ديما كادت فيها الأغلبية، اتخذ واحد القرار فردي. كيف يعقل هذا؟ أين هو التشارك المجتمع المدني؟ حنا سيدنا الله ينصروك يقولنا راه نتوما القرار ديالك، يقول لك إلا ما عجبتكم شي حاجة عليوا الأصوات ديالكم. الناس كيتاخذوا القرارات فردية وراه يحرموا 600 أسرة، كيف يعقل غيديهم من واحد المطاع خلوي ما كيضمنناش العيش الكريم، مكان غير لائق إلى التجارة، البديل الأسوأ فهو أسوأ. 600 أسرة هذه غتضيع عباد الله. الله 600 أسرة ضربة في 5 ولا في 6 الأفراد 3000 مواطن. كيف يعقل هذا السيد العمدة اللي هو كنتمنى ننتظروا منه الخير، كنتظروا منه الخير وجا وسلط علينا هذه العقوبة. هذه العقوبة ما كناش كنتظروها من هذا الحزب العدالة والتنمية، اتخذ هذا القرار فردي. كيف يعقل؟ اللهم هذا منكر، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. السيد العمدة فهو كيمثل بالسوق ديال بني مكدا، بغى يقسمنا أشلاء. كيقول السوق المركزي دخلوا بوحده، السوق ديال النموذجي دخلوا بوحده، والبارح جانا الإفراغ جماعية بني مكدا كاملة السوق ديال البلاصة، ودابا بغى يستقبلنا، كيستقبل غير الناس اللي كتعجبها. الله ينصر الملك، الله ينصر الملك، عيش الملك.